مرحبا بي ماي جيست، بيطل عليكم بحلقة جديدة لليوم، واليوم ضيفتنا غرازييلا عويس تنحكي عن شيء كتير حلو لازم تشوفوه على فيسبوك أو إنستغرام، يلي هو غرازييلا عويس كيدز كوتور. مثل ما نحنا منحب نلبس أولادنا هالأشياء الحلوة، القماشات الروعة يلي بتشبههم وبتشبه عمرهم لا أكتر ولا أقل. اليوم ضيفتنا غرازييلا تنحكي أكتر عن هالتفاصيل. أهلا وسهلا فيك غرازييلا. أول شيء البيج غرازييلا عويس كيدز كوتور بتشهي من خلال الصور يلي بنشوفها للأولاد يلي لابسين هالتياب الروعة، من خلال القماشات يلي بتشبه أولادنا ما بتكبرهم ولا بتعطيهم أصغر من عمرهم، يلي فيها كتير من الكلاس ومن كتير من السامبل، ويلي بعتقد كل أم اليوم عم تحضرنا وبلشت تحضر للشعنينة لازم تروح تشوف هالبيج، أو لحيلا أوكازيون إن كان عمادة إن كان عرس أو أي أوكازيون للأولاد. أهلا وسهلا فيك عن جديد. مرسي مرسي. كتير حلو اللي عم تعمليه وشي كتير جديد ما عنا اياه بالسوق اللبناني، مشان هيك انت اليوم ضيفتنا. خبرينا اول شيء كيف طلعت الفكره معك؟ الفكره كنت من زمان بحب اعمل شيء ان باراليل مع عائلتي، يعني ما يكون شغلي على حساب عائلتي واولادي، واللي كان مشجعني انه الماما هي بهذا الدومين من زمان كتير بدومين الخياطه ديزايننج لتياب، يمكن هذا الأكثر شيء كان دعم لإلي. أوكي. وبعرف بخصوص تياب الأولاد الصغار سورتو إذا عنا مناسبة كتير صعب أنه نلاقي شيء يعجبنا، يعني إذا عنا عرس عنا حيلا مناسبة بحاجة لإلها تياب بيكونوا كوتور ما يكونوا بريت أبورتي تياب خرج كل يوم، كان صعب أنه نلاقي. هذا الشيء اختبرته مع أولادي عندي بنتين. صح. قلت ليه ما ببلش بهذا الدومين؟ ولما بلشت انا مع اولادي كل شيء مناسبات على طول بخيط لهم، بحس سورتو الولد لما واحد ياخذ له صوره هو صغير بيبطبق له سوفينير ليكبر، بصير ينبش انا وصغير عن صوري، بحب الولد يكون ديستانجي وسبيشال. يمكن حلو غرازييلا، نحن هلا اذا بنشوف اهالينا شو ملبسيننا نحن وصغار بنقول معقول شو هالفستان، وامك يمكن وامي بخبرونا قد ايه اخذ عز بوقتها هالفستان. قد ايه حلو اليوم انه اولادي يكونوا عن جد عم يلبسوا شيء كثير حلو امهم عم تخيط لهم اياه، او ذوق امهم ان كان بالقماشه ان كان باللون ان كان بالتفصيل، قد ايه هالشيء حلو وقد ايه هن بيساعدوك كمان؟ باخد اوقات برايهم، باخد برايهم لانه في عمر بنتي عمرها 14 سنه يعني ما بطل يعجبها كل شيء، بحترم رايها بس بحبها في مناسبه معينه ما بحبها تلبس جينز ولا سويتشر، بحبها تلبس روب مرتب خارج عمرها. وكمان بنتي الثانيه الصغيره اكيد بحب اخد برايهم اغلب الاوقات. وكنت عم بتقولي عن صورنا نحن وصغار، ما بعرف اذا بعدين بيطلعوا اولادنا بصورهم بيقولوا هيك بيصيروا يقولوا نفس الشيء، بس دومين بحبه وبرجع بقول لك اكثر شيء اللي يعطيني راحه وعم بشتغل من قلبي هو انه انا ماني عم غيب كل النهار، انا مع اولادي. حلو. كيف تشتغلي على الموديلات؟ كيف تشتغلي على القماشات الالوان؟ خبرينا شوي. بتبلش الاشياء اول شيء فكره بتكون براسي انا حابه اعملها وبتصيروا يكتملوا مع بعضهم، لما اشوف القماشه هي كمان بترجع بستوحي منها اكثر، بس بهمني اكثر شيء نوعيه القماش الفينيساج كله كوتور كله شغل ايد. انا مني لوحدي عم بشتغل، انا بالفكره لإلي بس في كثير ناس يعني اشخاص هي عم تهتم بالخياطه، يعني خياطه ابره تطريز ايد قماش، في الواحد يمكن يستعمل لفستان حدا كبير بس انا عم بعمله لولد صغير. بنشوف كثير في يعني في هال اذا بدك اللوك الكلاس للاولاد يلي عن جد ما بنلاقيه بالسوق، بنلاقي كثير دانتيل، بنلاقي كثير تيول اوقات، بنلاقي كثير اشياء هيك قماشات حلوه بتلبق يمكن للام وللبنت. مفكره انه تفوتي بهالشيء الام والبنت؟ هلا عم بعمل شيء للمادر داي اما بفتره مارس،
عيد الأمهات إيه في فكرة هيك حلو. يعني هلا يمكن لأنه الأمات بحبوا الأم وبنتها ماتشينج أكيد ممكن إذا حدا بده يلبس لشبينة كذا شبينة أكيد قدرة أوصل لهذا المطرح بس هلا تركيزتها أنا بين حالي أكتر بالكيدز كوتير كيدز كوتير قد بياخد معك وقت الفستان غرازيلا بين الفكرة والتنفيذ مع القياطين مع الأسياج للولاد أفكاري إلهم كتير زمان براسي يعني ما رح أحسب الفكرة قد إيه لها وقت بس كشغل بدهم جمعتين بدهم جمعتين بين أنه جيب القماش أخذ الأوكي إذا من الزبون أما أنا وافق عليه تا يخلص بده جمعتين بكون مسلم أوكي يعني اليوم يلي عم يحضرونا وعندهم عمادة عندهم عرس عندهم أولادهم في دونار أو جارسون دونار اليوم نزلت صورة كثير حلوة لها الصبي يلي متقم وهيك عن جد حلوة بقى لازم يحكوكي على الرقم 8122252555 تتحددوا موعد وتلتقوا لحتى يشوفوا تصاميمك غرازيلا اليوم في كومبيتيشن بالسوق مثل ما بنعرف بين المحلات بين المصممين مين بينافسك اليوم ولا من وقت ما بلشت هاللاين كان عن جد شيء بيشبهك شيء ما في منه مثل ما انا بشوف وانيك هيك يعني ما حدا رح يعمل مثلك انا ما عندي اطلاع كثير اذا في كيدز كوتير عاملة بس انا عم بعمل شيء انا حبته انا بحس عم بعمل فن يعني اكثر من ما انه عم بعمل براند لتاجر فيها في شيء انا يعني كيف واحد بالنسبه لي كل قطعه كاني عم برسم بانتور تابلو وحابه اشوفه اخر شيء نبيع او ما نبيع انا هذا الشيء عم يعطيني فرح من جوا وكل شخص رح ياخذ حيلا قطعه اما وسع عليها بلاقي هذا الشيء فيها من برديتاي مشغول يعني رح احكي فستان قفل فستان التعليقه اللي بلو يعني اصغر ديتاليات موجودين فيها للقطعه منا قطعه عاديه قول على طول انه انا بشتغل من قلبي كانه عم لبس ولادي ما كانه شخص مين اما او الهدف بس اني بيع لا ابدا بحب كون راضيه الكاستمر اكيد وبراعي هو بشو حطالع عباله بس في مطرح بحب اعطي انا زاوية حلو غرازيلا واضح هالشيء من الصور يلي مرقوا وعم يمرقوا اكيد بالحلقه قد ايه بتكوني راضيه على الفوتوشوت يعني بس يخلص هالفوتوشوت قد ايه بتقولي انه واو هيدا هو الفكره يلي براسي تحققت 100% الفوتوشوت كثير مهم لانه كان لي تجربتين بس ما مام ان لوف ريتا عاصي بالفعل لانه هي حدا بيصور لأولاد الصغار عرفت كيف كل قطعة تعطيها حقها أنا عندي البرودوي بس هي عرفت كيف تبرزه أكثر هالتعاون أكيد بين الديزاينر وبين الولد أو هالبنت يلي عم بتصور والفوتوغرافر كتير مهم تتكون القطعة أو الصورة بالآخر للثلاثة حلوة أكيد أكيد وتتوصل لكل شخص مثل ما أنا حابة فرجيه يعني ما بحاجة يقول كيف موديله هالفستان لا عم يوصل يلي بيفوت على الباج وبيطلع على كل قطعة بيبين انه هيدي هي ولايف رح تكون نفس الشيء 100% اليوم بس نحكي عن هذا الموضوع بنعرف انه كتير صار في محلات اونلاين صار في كتير محلات بتشوفي صورة شيء بتروحي على المحل بتلاقيها شيء تاني للأسف صاروا بيشتغلوا على الصورة الخارجية تكون واو تجذب هالزبون بس عم يجي الزبون أو بس عم بيطلب هالقطعة عم بيلاقيها غير قدين يوم في مصداقية بتسليمكم القطع بالتوقيت بالتايمينج يلي اليوم تعرفي كل الناس عم تركض الأمات الأولاد ما حدا عنده وقت يعني بس نقول جمعتين عم بيتسلم هالفستان يعني جمعتين لأنه للأسف بعض الناس ما بتلتزم بمواعيدها إن كان بتسليم الفساتين إن كان بمواعيد تصوير إن كان بمواعيد تانية قدين اليوم في مصداقية وفي دقة باللي عم تقوليه اللي قلتي كتير مهم أنا عطول بقول لو كنت أنا محل هيدا الشخص شو بحب صح. أنا من الأشخاص سائل يمكن هلأ وصلتيني لمطرح الواحد يحكي عن حاله بس في شيء الواحد حلو يكون عنده إياها ككاليتي هي المصداقية صح. أنا بحب كمان لما بدي أطلب شغلة من شخص تصلي بالوقت فأكيد أنا رح أسلم بالوقت حلو ويعني بعمل جهدي
ومن وراء الفيدباك اللي أخذتها من الأشخاص اللي كان عندهم عمادة من فترة أم هيك، عطول بعت الأشياء أكتر، يعني مش رح أقول أكتر ما هن طالبين، بس بالبروفيشنال يلي هن يمكن منا ناطرينها هالقد رح تكون. وهيدي مناسبة واحدة إن كان العمادة أما القربانة أما العرس أما بتبقي ناطرة تشوفي شيء كتير حلو، صحيح بيبقي لك سوفينير حلو. فأنا بحب كون ساهمة بهيدا الشيء. حلو جرازيلا، وين بتحب تروحي أكتر؟ على العمادة، على فساتين العرس، على الأوكازيونات، على القربانة؟ كلهم 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 بحب أشتغلهم. العمادة بحس انه عم بعمل لبيبي اهله ناطرينه، اول مناسبه عندهم بحب اعملهم شيء كتير سبيسيال. الولد بحب بكون عم فكر فيه هو قديه رح ينبسط بالفستان، يعني اللي عم بحكي اذا بنت عمرها 5 6 سنين بحب مش بس امها تكون مبسوطه فيها، بحب هي لما تلبس الفستان يعني تحس لابسه شيء واو، يمكن حلمة، ويمكن هيدا اللي بتعبر عنه اول ما تلبسه. صح صحيح صحيح، يعني الولد هو اكثر حدا صادق، عن صادق، واذا بتجيبي له اشياء شغله صغيره غرض بالمكتبه اوقات بيبقى كتير مبسوط. صحيح 100%. فاذا كيف اذا دريس حابب يلبسه. خلينا نحكي شوي عن انواع القماش، شو بتستعملي اكثر شيء؟ هلا انا اللي بشوفه واللي بحبه حكيت عنه، بس خبرينا انت. كل انواع القماش، الكوتور، دانتيل، بستعمل حرير اورغاندي، بستعمل سوا سوفاج، بستعمل ساتان عزمير، بستعمل التول. في ناس ما بتحب فستان تول، في ناس بتحب، حسب كل هول القماشات. كل التطريز عم بيكون شغل ايد مدام انا بتعامل معه، اكيد كتير بشكرها انه كل شيء عم تشتغله هي على ايدها، وفي حدا بيطبقه كخياطة. يعني ناس عم تعطي من وقتها ومن مجهودها تطلع القطعة. انا بقول واو قد ما بشوفهم حلوين، واكيد المشاهدين اليوم بس يفوتوا على هالبيج ان كان على انستغرام او على فيسبوك، فوتوا شوفوا عن شو عم نحكي اكثر. جرازيلا عويس كيدز كوتور، الا ما تحبوا، لانه عن جد انا اللي حبته بهالبيج هو انه ما في منه. واليوم بس نحكي عن تياب حلوه بتليق بالاولاد، للاسف بنشوف بالفيترينات تياب لاولاد عمرهم 5 سنين أو 6 سنين اكبر من عمرهم، او بيلبسون بطريقه يعني يمكن نحن ما بنلبس اولادنا هيك. فحلو انه الولد ياخد حقه كمان بالتياب بطريقه مرتبه، بطريقه حلوه، بطريقه ديستانجي وانيك، وعن جد واو ان كان بالتياب، باللبس، بالطريقه يلي منخلل من خلال الولد يعيش عمره، ما يكبر قبل عمره وما يكون عم يلبس شيء عن جد ما بيليق فيه كولد. جرازيلا اليوم مثل ما حكينا انه السوشيال ميديا، حكينا شوي تحت الهواء انه تضرب كتير، يعني يا هالبوست بيعمل خضة بيقولوا واو شو حلو وبيجيب فيورز كتير، بيجيب ناس تعمل لايكات كتير، أو ما بتخدم، بس كتير قليلتها ما عم تخدم السوشيال ميديا. قدي اليوم عم تخدمك السوشيال ميديا؟ قدي الانستغرام والفيسبوك مهم؟ السوشيال ميديا كتير مهم، سيرتو انه هلأ كل الناس عندها انستغرام فيسبوك. عم تقولي هلا كانت الناس عم تعمل شيبينج، عم يطلبوا بالانترنت تياب لو ضغط الوقت يلي عندهم ايه، فاكيد الميديا كتير مهمه، ما بقدر انكر هذا الشيء، وهي كتير ساعدتني تكتير ناس تتعرف علي من خلاله. حلو، ودربوش قالوا راي كمان. اليوم انا وقتها اخذ فستان من عندك وكون كتير راضيه، ما فيني الا ما اقول قدام الناس او العالم يلي عندي يشوفوا هالفستان على بنتي ويكونوا كمان عم بيقولوا واو مثل ما الام بتقول. جرازيلا، وقتها نحكي كيدز كوتور، يمكن كتار من المشاهدين اليوم يقولوا اكيد محل كتير غالي او يمكن ما فينا ندفع هالقد حق الفستان، قد ايه هذا الشيء مزبوط؟ ما بعرف، حسب الشخص كيف عم بيطلع للقطعة. أنا حسب وذكرت أنه هاي القطعة مشغولة على الإيد، يعني أنا مني معمل عم بيقص كذا قياس ومن التوب عم ببيع 500 قطعة. مزبوط، هي قطعة كاستومايز، يعني معمولة على القياس على القماشة هيدي هي بالتحديد.
ما رح اذكر اكيد اسعار. هو الشخص انا تيابي معمولين للناس اللي هي بتقدر شغل الايد وبتحب شغل الايد، فما رح يكون البري بروبلم عندها. فعليهم انه يشوفوا ويمكن يقولوا انه هالقد بتستاهل. يعني انا من الناس اللي بحب الدانتيل بروتون والميلون الكوجه للطاولات، فبقى اذا حطوا لي بري عليهم انا راح اشتريهم لو شو ما كان، انا بحبهم. صح. وبعرف انه ما عم بشتري وجه معمول بالصين ومن جيب تحطه عندي. صح. هيدي هي الفكرة. فالقطعة بحقها. يعني تهونها أكثر للناس. للمشاهدين. صحيح. غرازيلا اليوم كتار من الأشخاص اللي كنا عم يسألوا كيف فين يتواصلوا معك. منرجع منذكر برقم التلفون هو 8122525. فيكن تفوتوا على فيسبوك وإنستغرام تعملوا لفولو ولايك لغرازيلا عويس كيدز كوتير. غرازيلا خبرينا شوي، عم بتحققي حلم أمك من خلالك؟ او لا ما كان حد؟ هلا هي مره قالت لي هيك مع انه من فتره كنت بمعرض بالفورم ودينج فير وقالت لي هيدي الجمله. بس ماما هي كانت تتعامل اكثر مع الكبار، وفي فتره عملت فيها فساتين مسرح 15 سنه. ما بعرف اذا هذا الشيء مزبوط، بس متأثرة. بحس انا حلمي يعني حلمي عم بيتحقق انه وجود امي حدي، انه هي عم بتساعدني، ويمكن هيدا اكبر دعم لإلي. بتتدخل كمان بالتصاميم، هيدي حلوه هيدي بالبلد، بتنصحني لانه في شيء مش انا مني مختبرته، هي بتعرفه اكثر، بتقلي هيدا بيمشي على هذا الموديل، هيدا افضل ينعمل بغير طريقه. اكيد. حلو أكيد. حلو هالحلم، ان شاء الله بدل مرافقتك امك، لانه اليوم يمكن تربيتي ببيت كل الوقت خياطه تنقول او موديلات او فساتين، هالشي يمكن خلق جواتك بلا ما تعرفي، واليوم عكبر ومع عائلتك عم تقدر توفقي بين الشغلتين ويكونوا العائله اولويه، بما اني بعرفك انا على صعيد شخصي، وكمان تكوني عم تحققي حلمك يلي عن جد عم بيكون حلم للاولاد، حلم لامات بتحب هالموديل، بتحب هالخياطه، بتحب هالفينيساج، بتحب تعطي ولادها قطعة حلوة على مناسبات معينة ما منلاقيها وين ما كان. خبريني شوي، بلشت ضغط الشعنينة، بلشت ضغط الشغل، بلشت ضغط الأسئلة، انه شو معقول تكوني محضرتينا لقدام او بعد؟ هلا ضغط الشغل مبلش بيني وبين حالي. عم بقول لك عم بشتغل هلا لعيد الأمهات لفوتوشوت للأم وبنتها. ان شاء الله يكون شيء حلو. وبعدني بفتره عمادات، بعد في ناس عم بتعمد. هلا ما بعرف، عم بكتشف كل سيزن اكثر شو هلا في عليه ضغط. والاعراس ايه كمان بلشوا من هلا للصيف بلشوا يلي اعراسهم بايار، في ناس هلا عم تحكيني. غرازيلا بالعمادات خبرينا، كل فستان بيكون يعني بياس اونيك وخلص ولا بترجع تكرري؟ لا تقريبا عم بيكون بياس اونيك. لانه انا اوريدي بكون برمت قبل، في اشياء جاهزه، في ناس بدها هي بتطلب شيء معين. بس انا ببقى برمي وجايبه من هالقماشه قطعه لفستان واحد. فما بعرف اذا رجعت رحت بلاقي او ما بلاقي. بس انا ما بشتري الثوب اللي عندي وبقص منه كذا فستان. عم بشتري امتار عقد هيدا الفستان. حلو. وكل فستان بيجي معه البوني والشوسون تبعه كله مشغولين من قماشة الفستان. حلو. واللي بده في المنشفة معه بتجي فورمة سيركل، والدانتلات كمان بيكونوا من قريبين للفستان. شو حلو. يلا حمستينا، هلا حمست المشاهدين كمان لح يلا حدا عنده اي مناسبة سعيدة، وان شاء الله ما بيكون في الا مناسبات سعيدة بحياتكم، تكونوا عن جد عم تعملوا لايك لهالبيج وتعملوا فولو لكيدز كوتور، تبلشوا تشوفوا غرازيلا كيف تشتغلوا باي طريقة، وصدقوني كل صورة بتنزلها بنصير نحن متشوقين انه نشوف اللي بعدها قد ما في اشياء حلوة. بقى بدي اقول لك يعطيك الف عافية. We are proud of you بكل شيء عم تعمليه، وبدنا نوجه تحية لأمك هالجند المجهول يمكن يلي أفكارها براسك عم تطبقيها أكثر وأكثر، وعم بتساعدك وتساندك، وكمان كل إيكيب العمل بغرازيلا عويس كيدز كوتير. ثانك يو كثير لعليك رنا، ميرسي. كل شيء حكيتيه بيعطيني بوش إنه كمل، مع إنه تجيني الفكرة إنه عم بتعب. كنت قاعدة على رواق، بس
اشخاص مثلك بيعطوني دافع انه كمل. ثانك يو كثير وجود لك لك. ثانك يو. نحن مبسوطين فيك ومبسوطين انه نوجد هيك شيء عن جد. بس يشوفوا البيج المشاهدين رح يعرفوا عن شو عم بحكي. خليكي عم تعملي هيك لانه احنا بحاجه انه حدا يحط لنا اذا بدك صوره فساتين بتليق بولادنا. للاسف مع الاشياء اللي عم تكون اكثر للبيع ولا تكون سلعه يمكن الاكثر الناس عم تقدر تشتريها, في تصاميم ما بتليق بالولاد والاهل بيروحوا عليها لانه يمكن بيلاقوها ترند او بيلاقوها حلوه. حتى لو كان بس ابنكم او بنتكم لابسه من قطعه بتليق فيهم خليكم هيك, ما تعملوا مثل حدا, خلوا ولادكم يشبهوا حالهم ما يشبهوا حدا, لانه اليوم في كثير تصاميم بالسوق ما بتليق بولادنا ان كان بالقصير او ان كان بالاشياء اللي مفتوحه, خاصه لاولاد صغار عم نحكي 5 6 7 سنين. بعد كثير بكير انه نروح على الاتجاه الخاطئ. خلونا نحط ولادنا بكادر بليق فيهم وبيشبهون. والعنوان اللي اعطيناكم اياه اليوم هو جرازيال العويس كيدز كوتير. شكرا لك عن جديد. هيدي كانت حلقتنا اليوم مشاهدينا, بكره حلقه جديده. مرسي لهاريز بلو, فولا بيوتي لاونج, كاميليا رزق وسوزي عقيقه. ما تنسوا تعملونا فولو لانستغرام تلفزيون الصدى. الى اللقاء.